هكذا وبهذه الطريقة يجمع العمطلال أعشاب جذور العرقسوس ويطحنها ثم يضيف الماء لها، ويضع بعد ذلك المزيج الناتج في قماش أبيض ويكرر سكب الماء عليها لينتج عن ذلك شراب العرقسوس، ويبدأ في بيعها للصائمين. العرقسوس مادة أساسية في شهر رمضان، وكل الناس يعني بتطلب أنه تشربه صحيا وبصورة عامة، يعني أنه العالم بترغب لمادة السوس، نبتة طبيعية أساسية جدا في مجتمعنا. يعني هي نبتة ربانية تخلق من الأرض، يعني ما لا لا عشب لا لا بذرة ولا لا أي شيء، خلقها من الله تعالى. يعني بيستخرجوها من الأرض، بياخذوها على المطحنة بفرموها وبطحنوها وبتطلع مادة السوس. حسب رأي العمطلال حيران، أحد أشهر بائعي العرقسوس في حلب، يكتسب شراب العرقسوس مكانا مميزا على موائد إفطار السوريين، فهو إضافة لفوائده العديدة يساعد في ترطيب فم الصائمين.